في مصر حكم اهلاوي وحكم زملكاوي؟ اكيد طبعا في. نزلت ماتش لمنتخب تونس وبتحط ايدك في جيبك ما لقيتش السفاره؟ تميل قالك سمير عثمان اهلاوي؟ لا، ما انا قلت لك لا يبقى زملكاوي. هو مفيش حكم غيرك في مصر؟ والله اصعب سؤال ده يا احمد، يعني ترجعتني سنين كتير ورا. ايه حكايه الانذار الاحمر اللي اديته لجده؟ قال لي لو راجل وقف الماتش رحت وقفت الماتش. الحاجه اللي فوق دي هتقعد دلوقتي ولا بعد شويه؟ الحكم في مصر دخله كويس؟ المباراه 7000 ونص، كنت بحكم ب 10 جنيه. دور رومانسي. دور رومانسي ابو تريكه. اتعرض عليك رشوه كم مره؟ في افريقيا 3 مرات. مش هكمل الاسئله بقى الجامده بقى. انت اسئلتك دي جامده، خفي شويه. انا بهزر. جامده؟ اه طبعا جامده. تقول لي اهلي وزمالك ورشوه؟ يا راجل لو انت واخد هتقول انت ذكي. رفضت تكون رقم 2 في لجنه التحكيم؟ اكيد طبعا. جيت على بالي كده من كام يوم.